بشكرك جدا يعني على المقدمه دي وال يعني كابتن وحشني ما نستاهلش كل الكلام الجميل. ازيك كابتن عادل؟ ازيك كابتن؟ مدرب كبير ولاعب كبير ودايما بنستفيد من حضرتك بوجودك معانا في البيت الكبير، عندك رؤيه فنيه مميزه، وان شاء الله يعني ان شاء الله خلال الفقره ديت هنتكلم اكيد على مشوار النادي الاهلي ان شاء الله في العشرة، وان شاء الله كمان مشوار الدوري ماشي ازاي ورؤيتك كمان الفنيه. لكن احنا كنا عاملين يمكن في الانترو كنا عاملين سؤال لجماهيرنا ومحبينا على الفيسبوك وتويتر وعلى انستغرام، وكنا بنقول مين احسن النهاردة احسن لاعب في الاهلي عندك مين؟ النهارده طرحنا السؤال ده على مواقع الاتصال الاجتماعي الخاصه بالقناه النادي الاهلي والبيت الكبير، يعني زي ما كابتن هاني قال، من هو افضل لاعب في مباراه الاهلي والمريخ السوداني؟ خلوني طبعا استعرض مع حضراتكم بعض الاجابات ونبدا من فيسبوك. عندنا يمكن عبد الله الطباخ، عبد الله الطباخ شايف انه افضل لاعب هو الشناوي. استاذ يوسف مجدي بيقول محمود وحيد، محمود وحيد من وجهه نظره لانه يعني عوض غياب علي معلول بشكل كبير. كابتن علي طبعا عادل السؤال ده طبعا برضو موجه لحضرتك. محمود رمضان بيقول شناوي برضو. في احمد خالد بيقول بواليا، يمكن بواليا عشان اول هدف يسجله طبعا مع النادي الاهلي كان امبارح في مباراه الاهلي والمريخ. صحيح، وعلى مستوى تويتر كمان اشرف زيدان بيقول مجدي قفشه، نبيل رضا شايف ان محمود وحيد نجم المباراه بقاله فترات كبيره ما بيلعبش ولعب مباراه جيده، على محمد حسني بيقول طبعا الاخطبوط الشناوي هو افضل لاعب في المباراه، ده على التويتر. وكمان انستجرام كمان كان في تفاعل على انستجرام كمان يا سيدي، كان في تفاعل على انستجرام كبير قوي فعلا. وعندنا طبعا يمكن اكتر من مشاركه، عماد الدين محمود برضو قال الشناوي، محمد يوسف قال بواليا، تامر الجبالي بيقول اجاييه، بشوي فوزي قال برضو اجاييه.